رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. انا ايا فيصل، بيوتي بلوجر. انا اليوم مع اناس وحابة اتكلم لكم على عنايتي بالبشرة، كيف اهتم ببشرتي برمضان. اهم شيء عندي بالعناية البشرة برمضان اني ارطب بشرتي. احب كمان استخدم ماسكات لكل وجهي وخصوصا تحت عيوني، لانه بالعادة نتصحر وننام متأخر. بالنسبة لي مرة مهم انه المنتجات اللي نستخدمها للعناية البشرة تكون اورجانيك وطبيعية، لان بشرتي مرة حساسة. اليوم حابة اقدم لكم البوكس من اناس اللي فيه كل المنتجات اللي احتاجها للعناية ببشرتي. اول شيء حابة استخدم هذا الماسك العين قبل ما انام ولما اسافر بالطيارة. هذا من الحرير الفرنسي الطبيعي ومعروف انه يغذي ويريح البشرة. ثاني شيء بعد يوم متعب احب استخدم هذا الرولر من الجبن لين الركبة عشان يشد البشرة ويريح عضلات الوجه. وكمان احب استخدم هذا المست، ريحته مرة حلوة بخلاصة الزهور، يريح يغذي ويعطي نضارة للبشرة. اخر شيء احب استخدم هذا الزيت الزهور الطبيعي عشان اريح وربط بشرتي. اتمنى انكم استفدتوا من نصايحي للعناية بالبشرة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.